في المدة الأخيرة قامت القيامة ولم تقعد حول التصريح الذي أداه رئيس الوزراء الإسباني باعتبار الصحراء الغربية قضية صحراء مغربية. ولكن من سلم الصحراء الغربية للمغربية يا أخوان؟ هذا هو، يجب أن ندرس الأمور في جذورها. الاتفاقات والمفاوضات التي جرت بين فرانكو وورثائه أو اسمه الذين جاءوا بعده والمغرب، هي أعطيني ونعطي لك، نعطيكم الصحراء ما عادوش تكلمون على سبت يوم ليلة. يعني صفقة بينة واضحة، سبت يوم ليلة جزء من المغرب الأقصى، لكن نحن الآن أصبحت إسبانيا، من الآن فصاعدا نسلم لكم الصحراء وتمحو قضية سبت يوم ليلة حتى لا تعود تذكر في التاريخ. لماذا؟ لأن السبت يوم ليلة الآن أصبحت جزء من إسبانيا على الأقل قانونيا ودوليا، والمغرب المغاربة لم يستطيعوا أن يحرروا سبت يوم ليلة في الوقت الذي حرر الجزائريون المهران والمرسل الكبير، الله يرحم الباي الكبير محمد بن عثمان الكبير الذي طرد الإسبان بعد 300 سنة من الاستعمار الغرب الجزائري، وهران والمرسل الكبير وحتى من مسطار مطلق. إذا القضية ماشي قضية الصحراء الغربية، قضية المغرب والمخزن. المخزن إسبانيا سلمت الصحراء والمغرب ينسى قضية سبت يوم ليلة.